برعاية الدكتور محمد إقبال الصيدلي وإشراف المديرية العامة لتربية نينوى. اليوم بدأنا اختبار المشرفين المتقدمين للإشراف التربوي من المدرسين والمعلمين وكذلك التربويين الإداريين. هذا الاختبار الأول الإلكتروني داخل محافظة نينوى. اليوم بدأنا الاختبار للكادر التربوي الاختصاصي، وإن شاء الله سوف تكون هذه مستمرة لمدة يومين، اليوم وغدا، بتوجيهات وإرشادات معالي الوزير الدكتور محمد إقبال الصيدلي. تم مشاركة عدد من المعلمين والمدرسين والإداريين. نحن بدورنا نشكر معالي الوزير لما قدمه من لتربية نينوى وكذلك للإشراف التربوي والاختصاصي. في يوم مبارك جميل يجري الاختبار الإلكتروني بعد أن وجه السيد معالي وزير التربية الدكتور محمد إقبال الصيدلي بإجرائه في حدث غير مسبوق في محافظة نينوى بعد التحرير. وفعلا كانت هناك نظرة ثاقبة من لدن معالي الوزير من أجل أن تشيع الحياة الطبيعية في المحافظة، وكذلك لكي ننصف أهالي مدينة نينوى الذين لاقوا الأمرين من حقبة الاحتلال الداعشي. لذلك هذا اليوم نعتبره يوما جميلا وعرسا كبيرا، عرسا تربويا كبيرا أسهم فيه القائمين في المديرية العامة لتربية نينوى، وجهزوا قاعة كبيرة لأداء الاختبار الإلكتروني ومن ثم المقابلات. فشكرا لهم وشكرا للسيدة صافية على هذا الإنجاز. بتوجيه معالي الوزير الدكتور محمد إقبال عمر الصيدلي تقام اليوم ولأول مرة في محافظة نينوى الاختبارات الإلكترونية متقدمين الإشراف الاختصاصي والتربوي. هذه اختبارات سيتم بها تغطية العجز الحاصل في أعداد المشرفين الاختصاصيين والتربويين في هذه المحافظة، وقد نقلنا تحيات معالي الوزير إلى أهالي مدينة نينوى وأبنائه من الكوادر التربوية التي حرص حرصا شديدا على أن يجري الامتحان داخل المدينة لتجنبهم عناء السفر ومشقة الطريق ولتحسسه بالمشكلات التي يعاني منها أبناء المدينة. بتوجيه من معالي وزير التربية السيد محمد إقبال الصيدلي تجري اليوم امتحانات المتقدمين للإشراف الاختصاصي ولأول مرة في محافظة نينوى، وقد تكالبت مكرمات السيد الوزير في مساعدة محافظة نينوى المنكوبة، وقدم الكثير لمحافظة نينوى ومنها مساعدة السادة الممتحنين بجعل درجة النجاح 50 وليس من 60 درجة كما هو معمول. حقيقة اليوم يعني فرحة كبيرة في محافظة نينوى بعد هذا الألم اللي أصاب محافظة نينوى أن تجري فيها امتحانات للسادة المشرفين، وهذه يعني مكرمة كبيرة من السيد وزير التربية.